فقرتنا الطبية رح نحكي فيها عن هشاشة العظام أو ترقق العظام، وهذا المرض اللي بيصيب الكثير بأعمار معينة، ويمكن بيكتر الحكي إنه السيدات بعد عمر 40 بيكونوا معرضين أكثر للإصابة بهشاشة العظام. بكل أحوال كل الأسئلة والاستفسارات اللي ممكن تخطر ببال مشاهدينا عن هذا الموضوع رح نتعرف عليها بشكل أوسع ونعرف الإجابات الدقيقة من ضيفنا بالاستوديو الدكتور طبعا اللي رح يخبرنا أكثر عن المعلومات، الدكتور جهاد حاج إبراهيم اختصاصي في الجراحة العظمية ورئيس الجمعية السورية للجراحة العظمية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. خلينا مثل ما قالت سلمى وحكينا أنه مرض هشاشة العظام بيصير مع التقدم بالعمر وخاصة عند السيدات، يمكن أكثر شيء هاي المشكلة مرتبطة بالتقدم بالعمر حصرا، ولا ممكن تصير عند ناس عمرهم صغير وإمتى ممكن يبلش؟ صباح الخير. الهشاشة العظمية هو يسمى المرض اللص الصامت. الحقيقة اللي هو بيدخل لجسم الإنسان بدون ما يشعر فيه. هلأ ترقق العظام له عدة أسباب، مثل ما تفضلتي حضرتك أنه النساء بس مو بعد 40، بعد 50، خلينا نعطي فرصة أكثر. بعد 50 سنة طبعا نحن بصير هلأ ندخل على الموضوع هذا. هلأ أسباب هشاشة العظام من أسباب كتير، السكري اللي بيتعب ياخذوا كورتيزون، المدخنين اللي مدنفين، البعض كمان المرضى اللي عندهم اورام، وكمان في عندك اورام الغده الدرقيه او امراض الغده الدرقيه، كمان هذول بصير عنده ترقق عظمي. هلا في شغله ثانيه، هلا هي الوارد، المريض اللي ما عنده وارد كلس بشكل جيد هذا ممكن انه يتعرض لترقق عظمي. هلا نميز نحن ما بين شيء اسمه هشاشه عظميه وما بين المرض اللي الهشاشة العظمية هو عبارة عن مرض موجود بعد سن معينة عند النساء، بعد سن قطاع الدورة الطمسية. نحن في عنا هرمون موجود بجسم الإنسان عند النساء حصرا، هو موجود بيحمي العظم من أنه الجسم إذا احتاج كلس بيحمي العظم من أنه يجي ناخذ منه كلس. هلأ بعد سن الطهي بيروح عندي انا الهرمون هذا الاستروجين، فيستباح العظم لانه نحن نصير عندنا ناخذ الكلس منه. هلا الفيتامين د هو المسؤول عن امتصاص الكلس، هو كمان انا عندي اذا كان في عندي نقص فيتامين د كمان مسبب لي الهشاشه العظميه. هلا الفيتامين د هو موجود في جسم الانسان تحت الادمي، ادمه الجلد، له تركيبه معينه بيدخل في حلقه تركيب لحتى يعطي الصيغه النهائيه تبع الفيتامين د اللي هي بتروح تمتص الكلس من الامعاء. هلا بعض الاحيان بيكون عندي ديفيسيت، بيكون عندي المانو جاهز الفيتامين د، صحيح، فلذلك بصير عندي ترقق عظمي. هلا نميز ما بين الترقق عند الشباب واللي عند بعض سن السيدات. الكلس من وقت اللي ببلش الانسان بيكون في بطن امه عمره اشهر، ببلش يبني انا شيء اسمه الهيكل العظمي لا سن ال 35 سنه 40 ببلش يبني، بعد منا ببلش بقى بيخف البناء، بيستهلك بقى تركيب. عندي عند الانسان هو بناء وهدم، بناء وهدم، لكن عمليه البناء اكثر من الهدم. يصل إلى مرحلة معينة بصير عندي الهدم أكثر، اللي بيصير عندي أنا ضعف بالهرمون اللي عم يحافظ على الكلس الموجود بالجسم. هلأ مو دغري بصير عندي أنا نقص كلس، يأخذ فترات زمنية طويلة، نحن عم نحكي عند النساء بعد سن الضهي. ما بيصير أعراض، ما بتعطي اعراض، بصير عندنا نحن شيء اسمه الام مفصليه، بصير الام عمود فقري. على فكره هي اول اعراض الهشاشه العظميه هي بالعمود الفقري. لذلك بنلاقي انه الامراه بس تتقدم العمر بصير عندها شويه حناء للامام، بصير شويه قزامه، فهذا من اعراضه، من اعراض الهشاشه العظميه. هلا هل ممكن انه نحن نكتشف هذا الشيء؟ كل انسان داخل على الهشاشه العظميه، في عوامل بتساعد عليه، الضعف العضلي لازم يكون عندي، بتكون عندي كمان ضعف عضلي، كتله عضليه ضعيفه كمان بتساعد على الهشاشه العظميه.
نجي عند الأطفال، الأطفال ليس له ما اسمه هذا هشاشة عظمية، هذا نحن نسميه كساح. الحقيقة الأطفال بصير هالكساح بيظهر بين سنة ونص لسن الخمس سنوات، هذا نقص الفيتامين د، الطفل ما عم يتعرض لأشعة الشمس أو اللي ماله عم يعني بيصير عنده عدة بعض الأمراض، غالبية هو تعرضه عدم تعرضه لأشعة الشمس، هذا بيصلح يعني ما نهك الهم. نحن بيجينا الطفل عنده تقوس بالساقين، بتيجي الأم أنا عندي ابني كساح، عنده نقص كلس، مو نقص كلس، هذا بنسميه كساح ديفيسيت نحن في الفيتامين د، ممكن نعوضه بيتحسن بده فترة. هلأ بعض الأمراض بتصير عندي أنا المريض اللي من نحن المدنف اللي قاعد بالتخت هذا اللي ما عم يتحرك، هذا بصير عنده كمان ترقق عظمي. هلأ بعض الأحيان نحن مريض بنحط له جبصين لفترة طويلة 4 شهور 5 شهور، بصير عندي ترقق عظمي بالطرف هذا، بصير هش. المريض اللي بيدخل بترقق عظمي خاصة عند الكبار للأسف الشديد هو ما بيحس بالمرض. اللي بنعمل صورة شعاعية لا تكشف، الصورة الشعاعية إذا بين عندي ترقق عظمي بالصورة الشعاعية بيكون قطع مرحلة 40% من الترقق العظمي. هلأ كيف بدنا نكتشف أنه عنا ترقق عظمي؟ الحقيقة هني ما هو المفهوم هذا الموضوع اللي نحن كتير مهم، تحليل الدم لا يكشف ترقق نقص الكلس، الترقق العظمي يكشف إذا كان عندي نقص كلس بالدم. هلأ الفيتامين دال نحن عم نلاقي أنه بيروح بيجي المريض والله يا دكتور أنا عندي نقص فيتامين دال. أغلبية الناس تمام، أغلبية الأعمار صارت عندها هلأ نقص فيتامين دال، يعني ما عاد بس السيدات، عم نشوف بشكل كتير كبير صار منتشر نقص فيتامين دال. هلأ موضوع الفيتامين دال هو أنه نحن ما عم نتعرض للشمس، هذا موضوع ما عم نتعرض بالوقت الضروري نتعرض فيه، أما ما عم نتعرض عم نوقف ساعات طويلة يمكن بوقت غير صحيح بالشمس. هلا هو بين 7 و9 صباحا أحسن شيء، يا أما عند المغيب، هدول الساعتين الصباحيات نحن أفضل شيء لأنه نحن نتلقى الشمس. هلا الشمس بدها تكون مباشرة بدون يكون في بلور، هذا واحد. الشغلة الثانية المهمة هي أنه نحن المريض اللي بده يصير عنده ترقق ما بيعرف المريضة أنه عندها. هلا التحاليل مثل ما قلت لك هذا الموضوع المهم انه نحن التحليل الكلس، لا هي نحن في عنا عباره عن صوره بسيطه اسمها دراسه كثافه عظميه، ما بتاثر على الجسم، ما في اشعه مزعجه، ممكن انه تعملها المريض بتكلفه زهيده، بنكتشف نحن انه نحن اذا كان عندنا ترقق عظمي. هلا الموضوع هو انه نحن نعمل دراسه كثافه عظميه كل سنه مره بنفس المخبر حتى ما تتغير المعايير او على نفس الجهاز، وطبعا الطبيب بيراقب هذا الموضوع اذا كان في عندي ترقق عظمي زياده، هل انا عم اعطي علاج، عم يتحسن، عم يستجيب المريض ام لا. بعض الامراض اللي بصير فيهم هشاشات الحقيقه الكورتيزونات، نحن لاحظنا بالفتره السابقه بكوفيد 19 في مرضى كثير كانوا عندهم امراض مرات وكانوا ياخذوا كورتيزونات. الحقيقه عم يجينا نحن مرضى هذا بعد فتره انه صار عندهم هشاشه عظميه. الكورتيزون الحقيقه هو ساعد كثير على الهشاشه العظميه وبيساعد على موضوع نخره راس الفخذ. هذا نخره راس الفخذ هي مشكله عند المرضى. المفروض المريض اللي تناول كورتيزونات لفتره طويله يراقب حاله، يعمل دراسه كثافه عظميه ويعمل صور شعاعية إذا كان شاكك، يعمل دراسة كثافة عظمية أو يعمل صور بسيطة ونراقب حالنا بهالموضوع هذا. هلأ هل نحن ممكن أنه ندخل بقى بموضوع العلاج؟ بس قبل ما تدخل بموضوع العلاج دكتور، حضرتك حكيت عن كتير أسباب هي بتأدي لهشاشة العظام أو ترقق العظام، ولكن قلت ما بيحس المريض عليها أو المريضة ما بتحس دغري أنه هي معها، هل في أعراض معينة ممكن تساعد بأنه الشخص يكتشف أو لا نحن خلاص مدام عنا أي مسبب من المسببات اللي حضرتك ذكرتها لازم كل فترة نروح نعمل فحص اللي قلت عليه الكثافة العظمية أو صورة أشعة؟ الحقيقة مثل ما تفضلتي هلأ هو بيكون وصل للأعراض بيكون وصل مرحلة متقدمة،
يعني هلا نحن السيدات بعد سن ال 45 سنه المفروض تتابع حالها. السيده بعد ال 40 تتابع حالها، انه انا دكتور صار عمري هالعمر هذا، ممكن انه انا اصير تابع عندك، انه انا بدي اعمل افتح فايل، انا بدي تابع حالي بهذا الموضوع. طبعا بتبلش بقى في عنا بدايه ادويه بسيطه. المشكلة أنه هذا المرض فعلاً ما بيعطي عرض، يعني اللي وصل ليعطي عرض بيكون مرحلة متقدمة. هلأ أحياناً نحن بصير عندي كسور، نعمل صورة شعاعية من سقوط بسيط عند المريض بصير عنده كسر فبيعطي هالعرض هذا. هلأ لحتى يوصل للمرحلة الكسر بيكون قطع مرحلة متقدمة. مثل ما قلت لك أنا اللي بدنا نعمله هو نحن دراسة كثافة العظمية وبناء عليه بتقرر. هلأ هل يظهر؟ لا ما بيظهر، اسمه اللص الصامت، لا يوجد له أعراض إلا في مرحلة متقدمة. الآلام العمود الفقري، آلام الركبتين، لأنه بصير عندي أنا اسمه مايكرو فراكشر، الكسور مجارية. طبعا مع تقدم السن ببلش أنا يعطي هالأعراض هاي، بتزيد هاي الآلام، آلام الركبة وآلام أسفل الظهر بتزيد مع التقدم. يعني فينا نعتبر هذا العارض سبب أو هو دليل على وجود هشاشة العظام؟ هو من الاعراض يعني ممكن نعم. هو من الاعراض، يعني احنا طبعا هلا نحن ببلش عند المريض ما عندي قصه سقوط، ما عندي امراض، ما عندي كذا، صار في عندي انا الام، ممكن نطلب صور شعاعيه بسيطه اذا كان نحن نكتشف اذا عندنا افات، اذا كان عندي افات اخرى. صور شعاعيه بسيطه بنكتشف انه بعدين بنروح باتجاه دراسه كثافه عظميه. هلا هل هذا المرض يشفى؟ ايه يشفى، والموضوع يعني ما له معقد، مثله مثل اي مرض بنتابعه بناخذ نتيجه جيده جدا. بنبلش نحن بعده امور، من اهمها هي انه نحن يكون عندي كتله عضليه، الرياضه. هل الرياضه بتفيد؟ اي نعم بتفيد، لازم يكون عندي انا حصه رياضيه بهذا الموضوع. الكتله العضليه القويه حول العظم بفيدني على انه انا يبني عظم جيد. واحد اثنين الغذاء. هلا بيجي مريض بيقول لي والله انا عم اخذ قشر البيضه اطحنها، هذا ما هو شيء جيد. يعني المصدر الاساسي للكلس هو الحليب ومشتقاته، هذا هو المصدر الاساسي للكلس. هلا في عنا ادويه، الأدوية أنواع، نحن بدنا نكون عنا ثلاث أنواع من الأدوية. أول شيء بنعوض بالكلس ما معروف، بعدين نحن بنعوض بشيء اسمه بيفوسفونات، اللي هن بقى هدول الأدوية اللي بتحد بتروح بتشتغل على الكاسيرات تبع العظم. الأدوية هي بتروح عند الكاسيرات وبتحجم لها عملها مشان ما تصير تكسر العظم. الدواء الثالث هو الفيتامين د، بعض الاحيان بيكون عندنا نقص، هالفيتامين د نحن بنعوضه للمريض وهو اللي بقى بيمتص الكلس. هلا في مرضى عم ياخذوا فيتامين د، طلع عنده الفيتامين د عالي، لكن في عنده مشكله، في عنده ترقق عظمي، معناتها انا في عندي مشكله بالكلس، في عندي مشكله بالامتصاص. هلا بنجي للموضوع الثاني اللي دارج هلا، هو قطع المعده. هذا بيأدي له قبل دكتور، يعني بس خلينا نوضح شغلة، كثير شفنا أشخاص وحالات كانوا كبار بالعمر يأسوا من موضوع العلاج واعتبروا هذا المرض مزمن، يعني هلأ توضيح من حضرتك أنه هذا مجرد مرض ممكن الشفاء منه وليس مزمن؟ لا لا، هو مرض مرافق بعد سن معينة كل العالم تعمل، يعني مرض نتيجة الشفاء منه قدي ممكن تتراوح بين وبين 90%. 90% يعني إذا المريض عندي أنا شيء ناقص، يعني هو يختلف. مشان نوضح، في ناس بتفكر أي مرض بالعظم بده يصير مثل الديسك أنه بيرافقهم دائما ولازم يكونوا عندهم أدوية دائمة واحتياطات دائمة، أما هذا المرض فهو لا. هلا هذا المرض هو علاجه على الشكل التالي، في عندي انا حبه كل شهر تؤخذ صباحا على الريق، هذا اسمه هذا مشتغل مياه كالسي، الادويه الحاصله الكاسيرات. الدواء الثاني هو الكلس، الدواء الثالث هو الفيتامين د. هلا نحن هذا بصير ناخذه، هلا في مريض بيقول لك انا ما بحسن باخذ حبه كل يوم، ناخذ حبه يوم اي يوم لا، بنعوض بالغذاء الكلس، بنعوض بالرياضه، الفيتامين د حبه بناخذ 10,000 وحده كل 10 ايام. نحن الرينج تبعنا، يعني نحن احيانا اذا كان عندي الفيتامين د نازل كثير ممكن نعطي ابره شرب، صحيح، وممكن اذا كان عندي انا مريض داخل في نقص كلس شديد جدا ممكن نعطي ابر
اسمهم مياه كالسيك، هدول انواع من عضليه او من بخاخ. هي اذا كان عندي انا بقى نقص كلس شديد. هلا في ابر جديده انعطت كل سنه ابره اسمها كالستايت، تنعطى كل سنه ابره. يعني الحلول انوجدت، الغذاء، الادويه، هي الادويه موجوده والامور بتكون جيده. هلا انا ما بحسن انا اعطي لمريض عمره 80 سنه او 70 سنه، مريض عظم مثل مريض عمره 20 سنه. طب تختلف الحيويه. هلا هل انا ممنوع انه انا مارس حياتي؟ لا بالعكس، في شغلات لازم ما تقوم فيها، حمل الاوزان، القيام الاعمال المجيده جدا، الرياضه العنيفه. يعني انا بدي اروح على النادي، بيجيني انا بيجيني انا مثلا اشخاص كبار بالعمر، بيروح على النادي، الكوتش ببعثه بيقول له روح لعند دكتور جهاد اساله شو انا لازم العب، شو انا لازم نقول له. مثلا احنا حمل الاوزان ما في، يعني حمل الاوزان هي الثقيله وال بعض الانواع من الرياضات هذا ممنوع. العاب رياضه، العاب بسكليت، العاب بساط، حمل دامبل 5 ل 10 كيلو، شويه لياقه، انت رايح لحتى تسوي لياقه. هذا كثير بيساعد الرياضه على هذا الموضوع. العلاج بيعطي نتيجه جيده. هلا هل المريض المكسور اذا وقع انكسر معناته عنده ترقق عظمي؟ هلا ممكن اي انسان يتعرض لاي رد شديد يتعرض لكسر. انا بيجيني اطفال انا بيقولوا لي امهم انا كل سنه بنكسر ابني مرتين عنده ترقق عظمي. لا، لكن الطفل تعرض له السقوط العنيف هذا ادى الى الكسر. طيب قبل ما نختم لانه الوقت قرب يخلص دكتور، اهم النصائح اللي بتوجهها لكل مرضى هشاشه العظم وخصوصا بما يخص نمط الحياه اللي صار في كثير ناس عم بيقولوا انه هو حتى اطباء انه هو بياثر شو بناكل، شو بنشرب، كيف بنعيش، كيف نعود نفسنا. وايضا انت كمان تحدثت عن العمليات اللي هي اصبحت لايف ستايل جديد هلا، مثل ما قلنا العمليات اللي ممكن تأثر على طريقة الهضم والتغذية لأنه المعدة بينقص جزء منها، فبيصيروا عايشين فترة طويلة من حياتهم على المكملات الغذائية. حقيقة يعني هو في بالمعدة مناطق تفرز امتصاص فيتامينات وامتصاص، بيتم قطع أحيانا بصير عندي مشكلة بهذا الموضوع. هلأ لازم نحن نسوي أول شيء الغذاء، ثاني شيء هي انه نحن نتدخل بانواع غذائنا، انواع كثيره من خاصه من الكلس والخضروات، هذا كثير مهم. هلا الشغله الثالثه هي الرياضه. انا ما في مانع انا انه امشي، ما في مانع اني انا مارس انواع رياضه، ما في مانع اني انا سوق دراجه، ما في مانع اني اروح انا مسبح. لازم الانسان بعد سن معينه يتابع حاله، يعني هذا الموضوع انه نعمل تشيك اب كل سنه على الاقل مره، تحاليل بسيطة جدا. يعني أنا على الأقل أنا إذا كانت مريضة تعمل أنا كل سنة تعمل دراسة كثافة عظمية، مو سنة يا سيدة سنة ونص أنا قبلان. إذا كانت عم تاخذ دواها فنحن بنعمل بنشوف نحن وين واصلين، بنشوف السنة هاي بنشوف بعد بسنة وين واصلين المؤشرات تبعتنا. طبعا العلاج ما هو يعني ما هو مكلف، هذا موضوع مهم، يعني في متناول اليد. والغذاء ما هو يعني يعني هو مش مشتقات الحليب والبيض. والوقايه يعني انه نحن اقل شيء نقعد بالشمس. والرياضه اهم شيء هي المشي والسباحه، وانا ما عندي مشكله غير هيك. يعني ما لي طالب انا من المريض والله رياضات عنيفه، ممكن يلبس بيجامه وبوط رياضه ويمشي باي منطقه. ممكن كثير الرياضه تلعب دور بمساعدته بالشفاء من هذا المرض، ما هيك؟ طبعا، لانه انا صار عندي كتله عضليه، لانه انا في عندي كتله عضليه قويه عندي مفصل قوي، عندي كتله عضليه ضعيفه عندي مفصل ضعيف، خاصه الام مفاصل الركبه، الام العمود الفقري. يعني نحن المرضى اللي ما بيلعبوا رياضه بصير عندهم ضمور عضلي، بصير عندي الام بمفصل ركبه، بصير عندي انا اعراض تنكسيه بمفاصل الركبه. بدنا نتشكر وجودك معنا، خلص الوقت دكتور، اكيد استمتعنا كثير بالنصائح اللي قدمتنا اياها، وان شاء الله الله يبعد المرض عن الجميع. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك دكتور.